السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا، أهلا بكم إلى موجز إخباري من قناة الشروق. تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالية اليوم رسالة خطية من رئيس دولة جنوب السودان بشأن مباحثات السلام السودانية وإنفاذ اتفاقية سلام جنوب السودان. وأجرى رئيس السيادي في بيت الضيافة بالخرطوم مباحثات مع الوفد الجنوب السوداني على أمل التوصل إلى تسوية سلمية نهائية تمهد لحالة من الاستقرار السياسي والاقتصادي. أجل قاضي استئناف محكمة الخرطوم جلسة محاكمة الرئيس المعزول عمر البشير إلى 16 من نوفمبر الجاري، وذلك لغياب المراجع العام المطلوب للشهادة في جلسة اليوم لتواجده خارج البلاد. وانتقد القاضي بشدة وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في التأثير على سير إجراءات المحاكمة بإثارتها بعض المواضيع المتعلقة بسير القضية. انتقد خبراء ومحللون سياسيون قرار الإدارة الأمريكية بتجديد وضع اسم السودان في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. وقال خبير سياسي أن الإدارة الأمريكية لم تحترم أو تقدر التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب السوداني في ثورته، وأنها لم تنظر لهذا التغيير بإيجابية، مبينا أن الشعب السوداني كان ينتظر أن يصاحب التغيير السياسي الذي تم تغيير في ملف العلاقات الخارجية خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية. أعلن الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو استعداد المنظمة التام لدعم السودان في مجال الثروة الحيوانية كافة، خاصة التحصين الوراثي ومكافحة الأمراض العابرة للحدود. جاء ذلك خلال لقاء وزير الثروة الحيوانية والسمكية بالممثل المقيم للمنظمة. أكد والي الشمالية حرص الدولة على استمرار مشروع الرشحي للاستثمار الزراعي والحيواني بالولايات الشمالية، مع التأكيد على ضرورة اهتمامها بحقوق المواطنين، معددا إمكانيات واستثمارات الرشحي الناجحة على مستوى السودان والوطن العربي والأفريقي. نهاية الموجز مشاهدينا، قدمناه من قناة الشروق. مزيدا من الأخبار والمعلومات على موقع الشروق.net. دمتم في أمان الله.